يس ويكان. قصة جديدة وحلمة أخرى اليوم في يس ويكان. حلمة عنوانها الوحيد هو الإصرار والتعلم من الفشل. بطلها شخص أعطى للعالم درس في قدرة الإنسان على النجاح مهما عندته الظروف، ونجح من رغم من كل الصعوبات اللي مر بيها باش يستكمل حلمه ويهدي العالم. واحدة من أحلى قصص النجاح. بطل قصتنا اليوم هو الياباني سوشيرو. تولد سوشيرو عام 1906 في مقاطعة كيومو اليابانية في عائلة فقيرة متكونة من 8 أفراد. الأب كان حداد والأم خياطة. عاش سوشيرو طفولة قاسية تحرم فيها من أبسط الحاجيات بسبب حالة الفقر الكبيرة اللي كانت عليها عائلته، واللي عجلت بوفاة اخواته الخمسة اللي ما فقدش أعمارهم العشر عوام بسبب سوء التغذية. ساهم عمل والده في الحدادة في تعلق سوشيرو بكل الأعمال اليدوية وبالأعمال الميكانيكية بصفة خاصة، لدرجة أنه كان يقضي كل أوقات فراغه بعد الدراسة في ورشة والده، وين برهن على رغبة كبيرة في تعلم وإتقان أدق الجزئيات المتعلقة بعالم الميكانيك. 1922 وفي عمر 16 عام اضطر سوشيرو للانقطاع عن الدراسة بسبب ظروف عائلته الصعبة. وقتها قرر السفر للعاصمة طوكيو ونجح في الحصول على عمل في ورشة لتصليح السيارات، وين قضى 7 أعوام كسب فيهم الخبرة والتجربة اللازمة اللي خلاته يطمح لفتح ورشته الخاصة. عمر 23 عام قرر سوشيرو العودة لمسقط راسه في مقاطعة كيومو، وين قام فتح ورشته الخاصة لتصليح السيارات بعد لاستثمر كل مدخراته حصيلة خدمته لأكثر من 7 عوام. وكان سوشيرو بالتوازي مع تصليح السيارات يقضي أكثر من 5 ساعات بعد انتهاء ساعات العمل اليومية في درس قطع غيار السيارات ومحاولة تصنيع قطع غيار جديدة تؤدي نفس المهمة وتكون على درجة كبيرة من التطور والإتقان. وبعد مجهود مضني دام لأكثر من عامين مكن سوشيرو من تصنيع أول مكابح معدنية للسيارات، قام بعرضهم على شركة تويوتا العملاقة اللي رفضت تبني الفكرة بسبب عدم تناسبهم مع خاصيات السيارات اللي كانت متواجدة في السوق أوائل القرن العشرين. رفض سوشيرو التخلي على حلمه وقضى عام إضافي في القيام بالتعديلات اللازمة على مكابح السيارات اللي قام تصنيعهم، حتى تمكن من إقناع مسؤولي تويوتا بتبني الفكرة مقابل منحه مبلغ مالي بعد لتحصل على براءة اختراع كأول شخص في العالم يقوم تصنيع مكابح معدنية للسيارات. وقتها قرر سوشيرو استثمار المبلغ المالي تحصل عليه في إنشاء مصنع صغير لتصنيع قطع غيار السيارات، لكنه واجه مشكلة تمثلت في عدم توفر المواد الأولية كما الإسمنت المسلح وغيرهم، واللي قامت الحكومة اليابانية باقتناء كل الكميات المتوفرة منهم في السوق بهدف تشييد أكثر ما يمكن من حصون الدفاع بعد الحرب القائمة اللي بينها وبين العديد من البلدان وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. سوشيرو كان مصر على تحقيق حلمه، وبعد أكثر من عام من التجارب نجح مع بعض أصدقائه في اختراع خلطة جديدة تعوض الإسمنت المسلح، قاموا باستعمالها في إنشاء مصنع سوشيرو القطاع الغيار اللي في ظرف عام حقق أرباح قياسية. بعد عامين على إنشائه تم تدمير مصنع سوشيرو بالكامل بعد لأصابته قذائف الطائرات الأمريكية اللي قامت بغزو اليابان. ومرة أخرى يرفض سوشيرو الاستسلام، وأسبوع بعد تدمير المصنع خذ قرار بجمع مخلفات الطائرات الحربية من معادن ووقود خام بالاستعانة بموظفيه السابقين حتى يتم استعمالهم في تعويض المواد الأولية اللي أصبحت شبه منعدمة في اليابان بسبب ظروف الحرب. في ظرف أقل من عام وبعد لقام بجمع ورسكلت كمية كبيرة من مخلفات الطائرات الحربية استعملهم كمواد أولية، نجح سوشيرو بمعية موظفيه في إنشاء مصنع ثاني لقطاع الغيارات استثمر فيه كل مدخراته من أرباحه السابقة من مصنع قطاع الأول. بالرغم الكسر الاقتصادي اللي كانت تعرفه اليابان، نجح سوشيرو في إيجاد أسواق القطاع الغيار اللي كان يقوم تصنيعهم، دارت عجلة الإنتاج وبدأ المصنع في تحقيق بعض الأرباح. لكن مرة أخرى يكون سوشيرو على موعد مع صدمة جديدة، رجة أرضية كبيرة عرفتها مدينة طوكيو تثبت في هدم مصنع سوشيرو بصفة كاملة. حادثة تثبت المرة هذه في إفلاس سوشيرو بالكامل اللي رجع في عمر 38 عام النقطة الصفر، الشيء اللي خلاه يقرر بيع زوز قطع غيار جديدة كان قام تصنيعهم قبل حادث الزلزال لشركة تويوتا في مقابل مبلغ بسيط كان غير كافي حتى لخلاص ديونه الناتجة لفقدانه المصنع قطع الغيار في مناسبتين. صدمة واحدة من الصدمات اللي تعرض لهم سوشيرو كانت كفيلة بإحباط عزيمة أي شخص عادي، لكن سوشيرو ما كان شخص عادي، كان شخص يأمن بأنه الفشل مهما تكرر يبقى تجربة. وبالرغم من رجوعه لنقطة صفر في عمر 38 عام إلا أنه قرر استكمال حلمه حتى النهاية.
بعد لسبت حادثة زلزال في انهيار مصنع سوشيرو وإفلاسه بالكامل. قررها الأخير بعد العجز حتى على فتح ورشة صغيرة خاصة به بحكم ظروفه المادية الصعيبة، استعمال الجزء التحتي لدروج العمارة اللي كان يسكن فيها في القيام ببعض الأعمال اليدوية والميكانيكية البسيطة. بعد لقام تصنيع العديد من قطاع الغيار وأهمها مكابح السيارات المعدنية، قرر سوشيرو البحث على فكرة جديدة واستثمار الخبرات اللي يكسبها في التصنيع في القيام باختراع يغير به تاريخ الاكتشافات العلمية في مجال الميكانيك. وكان التحدي اللي وضعه لنفسه هو جعل الدراجة الهوائية الدراجة العادية تعمل بمحرك شبيه محركات السيارات. قام سوشيرو بتفكيك محرك الآلة كانت معدة لقص العشب، وقضى أكثر من عام في دراسة مختلف قطاع الغيار وفهم طريقة عمل المحرك حتى جاء اليوم اللي أصبح فيه قادر على تصنيع محرك بنفسه. وبالفعل قام تصنيع محرك صغير يتماشى مع خاصيات الدراجة الهوائية من حجم ووزن وغيره. قام بإيصاله بالدراجة ونجح بعد أكثر من عامين قضاهم في التجارب في تشغيل الدراجة بالاعتماد على المحرك. قرر وقتها سوشيرو إعطاء بعض اللمسات الجمالية لاختراعه وقام بعرضه على المحلات المتخصصة في بيع الدراجات. القى اختراع سوشيرو نجاح كبير في الأوساط الشبابية، الشيء اللي خلاه يشرط الحصول على نسبة من الأرباح، بالإضافة لسعر الدراجة اللي كان يحصل عليه من المحلات اللي تعاقد معهم. في ظرف أقل من عامين حقق اختراع سوشيرو اللي أصبح اليوم معروف باسم الدراجات النارية أرباح قياسية بعد لأصبحت وسيلة النقل المفضلة عند شرائح كبيرة من المجتمع الياباني. وقتها قرر استكمال حلمه اللي أجبرته الظروف على التخلي عليه، وقام سوشيرو بإنشاء والثالث مرة مصنع خاص به، لكن المرة هذه مصنع متخصص في تصنيع الدراجات النارية اللي مع الوقت تحول الواحد من أكبر وأضخم المصانع في العالم، مصنع هوندا لتصنيع السيارات والدراجات النارية. بعد لا أصبح سوشيرو هوندا وهو الاسم الكامل لسوشيرو صاحب واحدة من أكبر الشركات في العالم برأس مال فوق آلاف المليارات وعدد موظفين بلغ 185 ألف موظف في أكثر من 27 بلاد. قام سوشيرو بإصدار كتاب حكى فيه على قصة نجاحه وقال في ختمته: لو راقبت حياة الناجحين ستعلم أن مفهوم الفشل عندهم يختلف جذريا عن مفهومه عند الفاشلين. لا يوجد فشل في الحياة، الحياة مليئة بالتجارب التي لابد أن نخوضها كي نتعلم. 5 أوت 1991 مات سوشيرو هوندا اللي أطلق عليه إمبراطور اليابان لقب الإمبراطور الحقيقي لليابان. وفات حلمة اليوم، حلمة سوشيرو هوندا اللي هدينا واحدة من أحلى قصص النجاح وكان بالحق رمز من رموز الإصرار والكفاح. درس كبير نخرج به من حلمة اليوم، درس يقول أنه مهما تعدت تجارب الفشل في حياتك فإنه بيدك تجعلها مرحلة عابرة وبيدك تخليها حالة تعيش فيها طول عمرك. مهما صار ومهما فشلت تأكد أنه ربي يعطاك فرصة باش تتعلم وتكسب الخبرة. عاود جرب مرة أخرى وخليك على ثنية صحيحة، ثنية الحلم وثنية النجاح اللي يقعد توفيق من عند ربي، غير أنت كافح واعمل اللي عليك. قلة العباد اللي ندموا خاطرهم حاولوا، لكن برشا ندموا خاطرهم ما حاولوش. هوندا مر بمراحل في حياته خسر فيهم كل شيء أكثر من مرة، ولكنه مشى ورا حلمه للآخر. أنت زادة نجم تنجح، خليها عقيدة تعيش بها مش كلام تسمعه ويوفى مفعوله بعد ساعة. وتأكد أنه ربي اللي كتب النجاح لسوشيرو قادر يكتبه لك أنت. حاجة برك، خلي النجاح قرار في حياتك وعيش كل لحظة من عمرك باش تحققه. تعلم من أغلاطك السابقة، جرب وما تيأسش، وتذكر أنه الفشل مش أنك تفشل في تحقيق أهدافك، الفشل هو أنك تعيش حياتك بلاش هدف. حلمة اليوم وفات، غدوة حكاية جديدة وحلمة أخرى. من هوني لوقتها خذ قرارك باش تنجح، اسعى تعلم جرب، وكان فشلت عاود جرب. خلي حلمك قدام عينيك وديما قول يس وي كان.